637 ألف عاطل عن العمل اليوم في 19 و2000 في تونس، منهم 255 ألفا من أصحاب الشهائد العليا. لطالما كانت معضلة التشغيل والبطالة في تونس من أولويات الشباب التونسي، خاصة أثناء الثورة حيث كانت المطلب رقم واحد. الحكومات المتعاقبة منذ الثورة إلى الآن أثبتت وبجدارة فشلها في معالجة هذه المعضلة. اليوم ومع الرئيس الجديد والحكومة التي ستشكل عن قريب، هل سيتمكنون من حل هذا الإشكال؟ تابعونا. معضلة البطالة في تونس كانت المطلب رقم واحد أثناء الثورة التونسية منذ 8 سنوات التالية. الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أثبتت فشلها في محاربة المعضلة هذه. توقعاتك أنت اليوم كمواطنة تونسية، عنا رئيس جمهورية جديد، إن شاء الله حكومة جديدة باش تتشكل باش يتمكنوا من حلين هالمشكلة هذه ولا؟ إن شاء الله تزيين البلاد، خاطر ماشية وتخيي والبطالة ماشية وتزيد. من كثر البطالة الشباب ولات حالتها تشكر ربي. أنا واحدة من الناس هاني بطالة مترسبة كما يقول، والله وما عندي مسؤولية في رقبتي، ساعات نبقى بيتا كيفاش العباد تعيش هك. إن شاء الله صعيد يحسنها في الأحسن، مش في الزيت كما رؤساء القدم. لا ما نتصورش على خاطر التشتت الكبير اللي موجود في الأحزاب والنظام السياسي اللي موجود والنظام الانتخابي اللي موجود، كلهم ما يعاونوش باش تقع ستابيليتي ويقع تطور في الاقتصاد نتاع التونسي، خاطر ما يجي التطور كان بستابيليتي سوسيال وبوليتيك. انا ما نتصورش كان باش ينجم يعمل حاجه هذو. ما هو بون الرئيس يحاول ميسي، في نظري ما نتصورش كان باش يعني باش نوصلوا نعالجوا مشكله البطاله. فما عوامل اخرين لازم تتعالج، فما برشا عوامل لازم تعالج قبل. لازم ستابيليتي بوليتيك، ستابيليتي سوسيال، ودي شوا معناها صحاح نتاع ايكونوميك باش تنجم تعالج. خاطر البطالة راهو نمبر كبير، 625 ألف بطال، راهو ماهوش ساهل. لا بالمبادرات نتاع الرئيس وحدهم ما نوصلوش حتى نتيجة. كالعادة باش تزيد، ثم مشكلة في تونس، هو التونسي مش خدام. أنت تمشي للإدارات يروحوا نص نهار، أنا بدي كنت نخدم في الإدارة كنت نروح للعشرة ونص نهار. ما دام نحن مش خدامة حكاية فارغة، التونسي مش خدام وما يتقدم شيء، ويكون تزيد اكثر المشاكل. مشكله باش تعمل مشكله، انا نتصور مش اعملوا حتى شيء زيت. يعني المشكله مش في الحكومات او السياسيين، المشكله في المواطن. في انا وفيك انت، حكايه فارغه، المشكله في المواطن. المواطن مش قاعد يخدم، يمشي للسبيطار ما تلقاش، يمشي للتعليم ما تلقاش، يمشي للداخل، كل 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 كيف كيف. التونسي مش خدام. انا خدمت ايامات من علي وانا مش خدام. خلي اليوم لا عندك مدير يحكم فيك، لا عندك مدير عام يحكم فيك، لا عندك ناس مصلحه يحكم فيك، حتى واحد ما يحكم فيك. في الهيكله يعني في الادارات التونسيه. لا الهيكله ما مسكين، ما عادش قوي. المدير كان قوي تو ما عادش قوي. المدير كان يعمل ديسبلين تو يعملوا له ديجاج. التونسي غلط في روحه، التونسي اللي يطلع في المترو ينجم يضرب الشوفير نتاع المترو، التونسي اللي يضرب الطبيب، التونسي اللي يضرب المحامي، حكايه فارغه. التونسي من الثوره لتو تبدل، في علمه هو يحكم، الحريه في علمه اللي هو ضد العالم الكل، هو الحريه اللي كنت ياك وتقف عندك انت. التونسي خايب، التونسي غلط في روحه باشا. بالنسبه للرئيس الجديد راهو ما ينجمش يعمل يده حدا ما تصفقش، لازم الناس كنا نظافروا والناس كنا نعاونوه والناس كنا نحو الفكره نتاع الاصاف العاجله، لكن الناس كنا نخدموا ونحاولوا باش نعاونوه والناس كل معناتها اليد في اليد باش ننقذوا هالبلاد هذه. راهو ما فما رياني تان بوسيبل في هالبلاد هذه. شباب تبارك الله عليه متحمس، ثم عباد تحب تخدم، ثم عباد معناتها عندها افكار. ما تنساش اللي شبابنا راهو مستغلات البلدان الاجنبيه، راهو سكون ابيل ميغراسيون دي سيرفو معناتها هجره الادمغه، علاش يستغلوا فيهم؟ علاش مش هونيه؟ علاش خلصوا يا سيدي، ما تخلصوش كيما برا، خلصوا بحاجه معناتها تستر الوجه، ينجم يكون عائله، ينجم يكون. اما راهو بالنسبه للبطاله وحاجه اخرى، راهو نقول لك مع كامل احترامي
للاتحاد العام التونسي للشغل. انا كنت نقابي، انا انسان كنت اطار سامي في بنك قبل، انا تو في التقاعد، راهو على راسنا وعينينا الاتحاد كمنظمه، منظمه حشاد وعمت الحامي، راهو على راس وعينينا. اما يا مسؤولين جدد نتاع الاتحاد يهديكم ربي، ارفوا به البلاد، راهو اون با بروغريسي بالقريبه، راهو الاضرابات ما قدموش بهم. انت باهي انت متهني على شريطك، متهني عندك كهرباء، متهني على اولادك، متهني على اولاد تقر البر، وهو عندك الفلوس. خمم، راني نكلم فيك انا، حطني انا زوالي يا اتحاد يهديكم ربي، اللي خديتوه قبل واللي كليتوه يا سيدي مسامحينكم فيه، منا ورد اخدموا، خلينا نخدموا. راهو تعرفش معناتها توقف الخدمه، وقفت الخدمه راهو تقول لي انت شوماج شوماج، وزيد اللي يخدم نقول له ما تخدمش. كيفاش اون با بروغريسي؟ انت تشوف انت هيروشيما بالقنبله الذريه اليوم ولات اليوم دي بويسونس مونديال، معناتها شيء بالخدمه. خلينا نخدموا يديكم ربي، خلينا نخدموا، خلينا. انا كتبت في الفيسبوك نتاعي في الباج نتاعي، قلت لهم انا ريتريتي، عندي 12 سنه في ريتريت، قلت لهم والله العظيم جو سوي ديسبوني باش نخدم انا امبورت كال ترافاي وغراتويتمون، والله نخدمه، والله نخدمه، نخدم لك غراتويتمون، حطني وين تحب انت نخدم لك، حتى نموت في الخدمه خليني نموت، شو عندك فيا؟ ما نخدمك ريان كو بور لامور سو بيي، حب بلادي هذايا، فهمتني؟ وكما قلت لك راهو نخدموا لي كابيتو، الناس عندها فلوس، لو تحب تخدم، نبدا نخدم وزيد وهالبذخ واللبه هذه، واحد عامل لي كره ب 100,000 مليون والاخر ما عندوش وعنده كريته، ونتمنى يكون عنده كريته، يا ودي خليه خلطوا في العثماني كريه خلطوا. خلطوا، قول له سيدي راك تونسي، رانا كلنا توانسه، راهي تونس حلوه، تونس انا نكلم فيك بكل موضوعي، انا انسان مشيت ل 26 بلاد، اذا تفرجت في 26 ثقافه، فهمتني؟ وشفت العباد كيفاش يعيشوا، انا خرب زلت كي جيت من الاردن من لبنان، فهمتني؟ في سياحه كلها، شفت الناس كيفاش، شفت الاردنيين كيفاش يقول لك بلاد الامن والامان، وفيكتيفمون بلاد امن وامان، الناس تخدم، الناس خدامه، الناس خدامه، تشوف الشوارع، تشوف النظافه، تشوف، خلونا نخدموا، يرحم والديك، خلينا نخدموا، راهو نحبوا نخدموا، اون في ترافاي، لا 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 الفلوس سي لو درني سوسي، لو ترافاي اللي اون برومي ليو. بقدرة الله، وهذا اللي طالبه هو الشعب والشباب، خاصة تاع توا احنا سي كل ارواحنا كملنا، اما الشباب هو اللي طالب الشغل والحركه، وان شاء الله فهمت لي، خاطر كي يبدا الشغل فهمت الشباب هذاك يخدم وهذاك يخدم، يقوى الاقتصاد وينمو فهمت لي، ونعملوا المشاريع اللي نحبنا ما دام فما الفلوس، هذاك يخدم وهذاك يخدم وهذاك يخدم، ونبعدوا على الارهاب ونبدوا على الفساد والسرقه وكل شيء بقدره الله، ديما خطوه الى الامام بقدره الله. والله انا نتمنى معناتها فما تغيير، برشا تغيير معناتها، نتمنى احنا توينس الكل المواطنين الكل معناتها بالاخص معناتها جينيراسيون تاع توا، نتمنى فهمتني، نتمنى معناتها يعملونا حاجه باهيه، يعملونا خدمه معناتها كلي بطاله، سامحني برا امشي ادخل القهوه وشوف البطاله اون باجاي معناتها مخك يقف فهمتني، كبار وصغار وحتى ناس سامحني يا ريت ريتريتي توا يحبوا يخدموا فهمتني، تلمون فما بطالة في تونس وكل شيء يحبوا يرجعوا يخدموا، يحبوا يشوفوا خدمة هما تو، خاطر الفقر برشا برشا حاجات ناقصين فهمتني، هما بيدهم مستحقين فهمتني، هما صغار ما يخدموش عليهم. صعيب برشا، صعيب برشا، الحكومة هذه ما تنجمش، ما عملت 9 سنين النهضة باش تعملها تو، معقولة تو؟ ما تعمل، صعيب برشا، يشغلوا في امتحان هكاو، ما التشغيل ما ثماش، أول حاجة البنك الدولي شارط عليهم باش ما يزيدوا حتى خدام، وموقفين الانتدابات، وزيد هما كان جاوا يعملوا في برامج، مثلا نعطيك مثال الانتدابات، انت تحصل يخرجوا الريتريت في الوزارات الكل وتعوضهم بذوك، يبقى عندك ديما عندك نومبر نتاع الموظفين هما هم، فهمت؟ مش تخليها بعض المستشفيات ما فيهاش حتى خدام، ما فيهاش طبيب، ما فيهاش كذا، خرجوا ريتريت عوضوا، لم العام للعام اش خرج من عندك ودخلوا، هذاك باش تنجم تكسب، وتوا راه ما تنجمش تو بالنسبه للوقت هذا صعيب برشا، تو قيس سعيد يعيط ويقول لك انا نعمل ونعمل ونعمل، ما نجمش يعمل حتى شيء، انا نعرفه بالقدا بالقدا في الثمانينات كان يقول بحذا في قهوه باريس نعملوا قهوه دبوزه ما يمشي على روحه يقرا في الثمانينات، لان يعني انا نقابي ونعرف الوضع بالكدا صعيب برشا بتصير الحل عند البطالة، لا عند رئيس الجمهورية ولا عند رئيس واحد، الناس ما عادش تحب تخدم، الناس ولات تحب تستغنى من يدخل منها يخدم منها،
يقوم الصباح يلقى كل 10,000 20,000 تحت راسه ما عادش يخم مع الخدمة، حتى الوالدين عندهم دور. توا كان لعبات شد، احنا خدمنا عام 76 دخلت ب 45,000 نخدم، وتو اللي خرجنا نتريت الحمد لله. توا ما عادش يخدموا لك 500 يقول لك شوية، وهو راه ما يعرفش حتى يكتب اسمه، يقول لك 500 شوية. الغلطة تاع الحكومة اللي سنسو كان تحكي على جماعة البرة كما نقولوا، جماعة البرة المرأة تلقاها في السواني تخدم والراجل يضرب في البنت في القهوة ما يحبش يخدم، البطالة تجم تتنح، هاو الزيتون هاو الرمان هاو الدرشنو يجمو يخدم 30,000 في النهار و50,000 في النهار ما يخدموش، تسنسوا بالبخر. الحكومة تلوش كيف باش ترجع العباد هذم تخدم وتعمل هك، شو فيها توكل تدور في الهواء وما تخدمش. إذا كانت تبدل العقلية، عقلية جميع الأطراف، يعني عقلية عقلية كما يقولوا الخدامة، خاصة الخدامة يلزم شوية فما شوية يسعى الإنسان يسعى، خاطر توا كتمشي تمشي انا الرام فماش بطاله في تونس بصراحه، تمشي توا مثلا تمشي عندك مرمه ولا عندك حاجه تجي تلقى ما تلقاش بناي ما تلقاش خدام، يتشكوا معناها اصحاب الكراجات اصحاب الكل تشكوا يقول لك ما فماش خدامه ما فماش خدامه، فعلا ما فماش خدامه. علاش؟ على خاطر الناس تحب تخدم في مستوى معين حطاته في مخها، كان اداره كان يعني الانسان اللي باش يخدم، انا راه انه انسان بشي يسعى يخدم ما يستناش الحاكم باش يعطيه خدمه، عمره ما عمره حتى حاكم راه بيجي يقول لك اجي اخدم، انسان يقصد ربي فهمتني في كل المجالات، ما يقولش هاني يعني انا عندي فهمتني شهاده من نوع كذا ولا لازمني نخدم في النوع كذا ولا انسان يخدم. الناس فما ناس اساتذه خدمه المرمى، خدمه صانع خضار، خدمه اي شيء المفيد باش نهضوا بالبلاد هذيا، لازم تبدل العقليه، عقليه انا نخدم ويلزمنا نخدموا نفيدوا ارواحنا ونفيدوا البلاد، ماهوش مثلا يعني انا باش نقعدوا بالتكيين وراقدين ونتعاملوا على زيد والعمر، فهمتني؟ هذه زاد وزاد نطيحهم رواحنا، مش انا لازم نخدم انا ب 40 دينار ولا ب 50 دينار فرهان ولا ما نخدمش، نخدم بالقليل حتى اللي يجي كثير، ويلزم الانسان يتنحي التواكل. هذا شباب تويك قاعد في القهوه وقاعد كذا يستنى في اخته باش تجيب له بنات مع تخدم معاه برشا في الشرقيه مثلا ولا حاجه معاه تخدم عليه يا رسول الله، فهمتني؟ اذا كان الانسان يخدم يتعمد على نفسه يخدم يخدم يلزم انا نكون نحب نخدم، هذا من ناحيه، وباللي يجي باللي يجي مش لازم انه باش يقعد يلزم توي قال لك فما ثل قبل يقول لك اخدم بالقفصي وحاسب البطال، ما عادش القفصي هذه من جابها شنو هي فهمتني، معناها اخدم باللي يجي وحاسب البطال، البطال انت تخدم بدينار في النهار كتحاسب البطال تلقى 30 دينار في الشهر.